بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في الدرس الرابع من سلسلة دروس Autodesk Revit Structure Learning. طبعا في الدرس الثالث احنا انهينا موضوع الفاونديشن، الآن بدنا ندخل على موضوع الكولومز. الآن طبعا المفروض انه الكل نزل المخطط المرفق اللي هو مخطط الأوتوكاد اللي أرفقته مع على الجروب، والمفروض انه الكل واصل لمرحلة انه احنا منزلين وانهينا موضوع الفوتينج بالنسبة لهذا المخطط، وإنه الشكل أصبح عند الجميع بهذا الشكل. الآن إحنا لاحقا للعمل اللي إحنا تميناه بالنسبة للفوتينج، الآن بدنا ندخل على مبدأ جديد أو على موضوع جديد هو موضوع الكولومز. موضوع الكولومز هو موضوع بسيط، طبعا راحين تشوفوا إنه في تشابه كثير ما بين الإليمنت والبراميترز تبع الإليمنت وطريقة الإدراج وطريقة النمذجة. كل هذا بيساعدكم على إنه نتخطى صعوبات كثيرة في الريفت والتعامل مع الريفت، ونكسر الحواجز في التعامل مع الريفت ستراكشر. الآن ندخل على موضوع الكولومز. الآن من قائمة ستراكشر كولومز. الآن الكولومز، أول ما اخترنا كولومز ظهر عندي تيب جديد هو Modify Place Structural Columns. لاحظوا إنه عندي في قوائم كثيرة، Select موجودة بكل جميع التيبز، Properties, Clipboard, Geometry, Modify, View, Measures, Create, Mode, Placement, Multiple, Tag. الآن اللي بدي أحكيه أو الآن هو Placement. Placement لاحظوا إنه في خيارين: Vertical Columns و Slanted Columns. Slanted Columns اللي هو يكون في عندي بالكولومز يكون في عندي إيش؟ ميل. الآن إذا كان فعال Slanted كولومز فمعناها انا مدرج عندي، اذا بدي ادرج كولومز مثلا بدي ادرج كولومز بهاي على F2 تمام، ميلو مثلا يكون بهون او يكون في اكسنتريسيتي بعيد عن سنتر الفوتينج. الان لو رحنا على ال 3D فيوز لاحظوا ان الكولومز هو عبارة عن موجود فيه ميل. الان احنا بدنا نلغيه، Modify, Select و Delete. الآن إحنا ما بنتعاملش مع الإسلانتد، إحنا بنتعامل كله مع مين؟ مع الVertical Columns، فبنختار Vertical Columns. الآن بعد ما اخترنا Vertical Columns في عندي هون قائمة البروبرتيز. قائمة البروبرتيز وهي القائمة إحنا تعرفنا عليها أول واحدة، اللي هي إني أعمل مقاطع جديدة بأبعاد جديدة في الكولومز تمام؟ في اللي هي عن طريق الايديت تايب. في عندي هون كونسترين. الكونسترين لو عملنا بس ازاحه للشاشه ودرسنا شاشه الكونسترين مع بعض، موف وذ جريد معمول عليها تشيك، شو معناها؟ انه اذا الجريد تحركت مباشره الاعمده تتحرك، اذا عملت ان تشيك معناها انه الجريد اذا تحركت الاعمده ما بتتحرك. روم باوندينج المقصود فيها طبعا في كثير شروحات، لكن اللي احنا او اللي انتو لازم تفهموه روم باوندينج اللي هي حدود الرومز. هاي اكثر شيء بنتعامل فيها مع الاركتكتشرال اذا كنا شغالين اركتكتشرال وستراكتشرال وميكانيك والكتريكال كله مع بعض. الان الماتيريال اند فينيشز هاي ما ماتيريال عاديه. في عندي ايضا كمان اللي هو الان بالنسبه للماتيريال اند فينيشز اللي هو الستراكشرال ماتيريال، اللي طبعا اللي هي شكل العمود او الماتيريال تبعت العمود، طبعا هذه نحتاجها لاحقا اثناء عمل جداول الكميه. الان في عندي هون خصائص للستراكشرال نيبل اناليتيكال مودلز اللي هي اثناء التحليل، يعني هو الريفت في اناليتيكال مودلز انه يعمل الي نمذجه بحيث انها تكون جاهزه لمين؟ للاناليسز. في عندي هون تعريفات الريبار، لأن الريفت هو بيعمل أيضا ديتيلينج لمين؟ للستيل. طبعا المقصود في الديتيلينج للستيل هو مش احنا متفقين انه هو ما بصمم، لكن هو شو بيعمل؟ هو بينزل مثلا في مخططنا موجود هون ديتيلز كولوم، هو بينزل إلي هاي الديتيلز، لأن احنا مثل ما احنا متفقين وعارفين انه الريفت هو عبارة عن برنامج نمذجة وليس برنامج تصميم. فأنا بما أن برنامج نمذجة وفي جداول حصر كميات، فأنا شو ما بدخل له ديتيلينج لا الكولومز أو الستركشرال إليمنت، فهو بيعمل لي إلها شو نمذجة، بالتالي بيطلع لي جداول حصر كميات. في عندي هون الدايمنشنز
طبعا الدايمنشنز هي شوفوا اعطاني فوليوم بوينت اللي هي ربع متر مكعب، المقصود فيها هي ابعاد المقطع بالاضافه لايش؟ لارتفاعه. طبعا الارتفاع هو موجود عندي هون. الان مثلا بدي اعمل مقطع، نعرف مقطع مثلا عندي هون C1، نشوف ابعاد العمود، وين لوحه العمود؟ لوحه الاعمده، هاي لوحه الاعمده. الان بدي اعرف له C1، C1 ابعادها اللي هو هذا C1 ابعاده، C1 الابعاد اللي هي 25 × 40. الان بنروح على قائمه كونكريت ريكتانجولار كولومز، نختار اي واحد من هذول، تمام، وبعدها edit type. الان بعمل دوبليكيت تمام، وبسمي C1. اوكي اوريدي، طبعا انا معرفه اصلا، كنت شغال عليه معرف. طب خلينا نعمل C2، دوبليكيت C2. اوكي الان C2، نروح على الاوتوكاد نشوف C2 ابعاده كم. ابعاده 25 × 0.5 متر. الان عندي هون 25 × B25، H 0.5 متر، 50 تمام. الان بدي اعرف دوبليكيت كمان C3. اوكي C3 كم؟ C3 اللي هو 25 × 60 فونت. اوكي بعمل اوكي. الان ضاف عندي بالقائمه هو C1 C2 C3. نرجع على لوحه الاوتوكاد نشوف C1، مواقع C1. موقع C1 عندي هون اللي هي، نرجع لوحه الاساسات، في عندي C1 على F1 صح؟ يعني احنا لو نزلنا لوحة الأساسات على لوحة الأعمدة بنلاحظ إنه، يعني خلينا نشوف أكسس A اللي هو عندنا بالريفت أكسس A، نشوف شو في عليه، نشوف شو عليه أعمدة. عندي كله C1 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 تمام. الآن برجع على الريفت بختار C1. طبعا أنا وين بدي أرسمه؟ على اللاندنج. الآن C1 عندي هون قائمة الموديفاي للكولوم بليس ستراكشرال كولومز، في عندي هون الدبث، لا أنا بدي أختاره هايت اللي هو ارتفاعه. ارتفاعه لأي منسوب؟ لمنسوب الفيرست فلور تمام. وبجي بختاره وين؟ بختاره مثلا أعمله هون، وبعدها شو بعمل إله؟ ألاين صح؟ نفس ما عملنا أساسات. بجي بختار هاي مع العمود، عفوا خلينا نختار واير فريم نختار هون شغلة اسمها فاين تمام، ونروح على الاين، نختار هذا الخط مع هذا الخط، نختار هذا الخط مع هذا الخط، عفوا نعيد من جديد، الاين اختار كولومز الاين خط هذا مع الخط تمام. الان نرجع نعمل طريقه الكوبي مثلا، او طريقه ثانيه بالكرييشن، لما انا عملت سلكشن للكولومز بالموديفاي ستراكشرال كولومز، في عندي بقائمه الكرييت في عندي خيارات، منها كرييت سيميلر. فالان كرييت سيميلر اعطاني خصائص ايش؟ كولومز، فيرتيكال كولومز، شو هو نفس قائمة الكولومز. الآن بدي أعمله بهاي النقطة، طبعا أنا بحب أعمل هيك النقاط، ليش؟ لحتى أني أنا أعمل محاذاة مثل ما بدي. الآن بختار الكولومز وبعمل aligned، بعمل aligned هذا الخط مع خط، سوري aligned مع هذا، هذا سوري هذا الخط مع تمام. الان F1 اوكي. F هاي اللي هي وين موجوده؟ هي موجوده على اكسس 6، نشوفها مخططه بالاوتوكاد. في عندي على اكسس 6 عمود ولا لا؟ لا ما عنديش، لكن هي موجود عندي على ما بين 6 و7، ما بين 6 و7 عفوا
ما بين احنا الاكسس هون احنا سميناهم 1 2، في عندي اكسس 3. في عندي خربطة في التسميات الاكسس، صح؟ 1 2 3 و4 مش موجودات، مو مشكلة، ما فيش مشكلة. الآن أنا عندي كم عمود عملت؟ عملت 1 2 عمودين. نشوف الأوتوكاد عندي كم عمود على هذا الأكسس، 1 2، طلع عندي 2، أوكي على كل فوتينج. هل إن الرسمة صحيحة؟ نعم صحيحة. طلع عندي على F ما عليها أي عمود، فأنا برجع على F1 F1. الآن برجع على F1 وبعمل كمان Create Similar أو من Select Modify، طبعا اختار الكولومز Create Similar وبنزله بهذا المنطقة، أيضا بنزله بهذا المنطقة. بعدها برجع بعمل modify أنا بحب أعمل طريقة الموديفاي لأنه الواحد بقدر أتحكم فيها وبضمن إنه ما فيهاش أخطاء. Find. الآن عملنا F1. الآن نشوف كمان على Axis، على Axis B شو في عندي أعمدة. طيب نتأكد هل شغلنا صحيح أو لا. لو رحنا على الإيست تمام صح شغلنا. الآن لو رجعنا مثلا على اللاندنج نشوف، احنا حكينا إنه الكاميرات الموجودة هون الإيست، لو بدي أشوف الأعمدة اللي هون هي الويست. لو رحنا على الويست ونشوف الموضوع تبعنا هو تمام وضعنا. لاحظوا انه نازلات بمواقعهن حتى بوجود الاكسنتريسيتي، مثلا لاحظوا انه بعيد عن الجريد، فالامور كلها تمام تمام الان لو رجعنا على اللاندنج وكملنا تنزيل باقي الاعمده، طبعا لاحظوا انه درس الاعمده هو درس بسيط وصغير وما فيش اي مشكله، لانه احنا اذا اتقنا تنزيل او عمل الموديلنج للفوتينج مثل ما عملنا في الدروس السابقة، فمن السهل إني أعمل أي شيء. طيب الآن F1 اللي هو Axis B على الأوتوكاد، نشوف Axis B، Axis B، نشوف نوعية الفوتينج اللي عليه شو هي. بي عندي كمان C1 C1 عندي هون على Axis B، على Axis B في عندي C1 C1 أول عمودين، B على اكسس 1 وعلى اكسس 2 في عندي عمودين C1 C1 تمام. الان C1 C1 الان C1 C1 الان بدي اعمل C1 كمان، برجع على ستراكشر على كولومز بختار C1 اوكي تمام. الان لاحظوا C1 عندي هون C1. الان بعمل موديفاي بهذا العمود، هو بده روتيشن. لو أخذنا روتيشن من هون 90 درجة هون، بعد عملنا إله سوري عملنا إله ألاين، اختار الخط هذا والأعمدة. ألاين تمام هذا إلها عنده لأنه حرك الأساس هذا الخط هذا الخط تمام. الآن لا الأساس فيه تحريك، شايفين تحرك الأساس تمام. نعمل أندو ونعمل أندو كمان
لغاية الآن تمام، هيك شكل الأساس تمام. طيب الآن نختار، نتأكد إحنا نعمل الآن، بس في حركة لو عملنا هاي عملناها لو إنه لا لسه بكير عليها. نعمل select للكولومز، نعمل align، عفوا نعمل rotation أول شيء هون 90 درجة تمام، select للعمود align، في مشكلة عندنا اللي هي صعوبة اختيار خطوط. طب هاي الخطوط شو هي؟ هاي الخطوط شو هي؟ هاي الخطوط شو هي؟ طيب لو رحنا عليها هي structural foundation اللي هي خط ايش؟ خط الفاونديشن. طيب الآن كيف ممكن إني ألغي الموضوع هذا كله الفاونديشن وأشتغل بسهولة؟ في عندي هون إشارة النظارات temporary height isolated. الآن لو عملنا سلكت على الفاونديشن وعملنا إلها temporary وعملنا isolate element، isolate element هو خلالي إياها تمام، وفصل لي إياها عن إيش؟ عن الجميع. الآن بدي أظهرها تمام على نفس إشارتها وبعمل reset isolate. طيب الآن بدي أعمل إلها، بدي أعمل لهاي isolated hide element hide او hide category. hide category اللي هي انا شلت كل الاساسات، خليت كل الاعمده، هذا طبعا اسهل الي، اسرع الي. الان برجع على الكولومز aligned من السهوله بعملها تمام. الان طبعا بضيف الاعمده اللي بدي اياها، f1 f2 ظاهرات عندي، لكن هو كمنشا هو انا عملت له ايش؟ هيدر، لحتى انه اشتغل براحتي. هاي طبعا طريقة لعلاج المشاكل اثناء عملية الموديلينج. الان برجع على ستراكتشر بعمل كولومز، احنا حكينا انه في عندي C1 اوكي بدي احطه هون تمام، واعمل موديفاي، عفوا موديفاي، واعمل الاين. لاحظوا بكل سهولة لما عملت ايش؟ لما عملت الهيدر. طيب F3 شو هي؟ F3 اللي هي C2، F3 اللي هي عليها C2. نعمل structure columns اللي هي C2 وأعملها هون، ما فيش مشكلة align، ما زلت بنفس الأمر، وأعمل إلها هيك تمام الأمور. الآن F2 اللي هي C1 اللي هي عندي C1 C2 C1، إذا تسلسلهن C1 و C1 تمام، C1 حطها جنبها، هون عندي C1 بعدها اختار C2 تمام، بعدها أعمل إلهن align. أوكي الأمور أصبحت أسهل لما إحنا أخفينا الأساسات. طيب تمام الآن خلصنا المحور. الآن لو رحنا على 3D Views هل الموضوع عندي تام؟ مدى رضاكم عن الأعمدة الأساسات؟ فالآن المطلوب منكم حتى ما نطول بالدرس نكمل باقي الأعمدة بهاي الطريقة، وأتمنى إنه الأمور تكون سهلة وبسيطة، وإن شاء الله بشوفكم في الدرس القادم نتكلم في موضوع جديد، طبعا بشرط إنه تكون مكملين الأعمدة لحتى نبلش، يا أما بنعمل مقاطع جديدة بأعمدة أو إنه بننزل الجسور لحتى انه نستبق الاحداث وما نطول عليكم بالموضوع. وبهيك حاله سامحونا على الانقطاعات اللي صارت في الدرس،
والله يعطيكم العافية، ونراكم إن شاء الله. أي سؤال، أي استفسار، أي اقتراح، بتمنى على التعليقات أو في موضوع التوبيك اللي عمله المهندس محمد الصيام. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.